احنا من منتخب المغرب لمنتخب تونس. منتخب تونس ولسه ما تمش استقرار على مدير فني جديد. في مدير فني مؤقت قيس اليعقوبي، مدير فني مؤقت في الفترة الحالية، وهو جاي عاوز يثبت نفسه. عنده فرصة، لما لا أكون أنا مدير الفني الجديد في الفترة القادمة لو أثبت نفسه في اللقاءين اللي جايين. تونس في مكان مش أفضل حاجة، ما يليقش باسم منتخب تونس، ولكن هو بيفكر في اللعيبه اكتر. بدا يتكلم مع اللعيبه لما كانتش بتاخد فرصه، بدا يتكلم مع اللعيبه المحترفه، بدا يتكلم مع اللعيبه لما كانتش بتنضم، بدا يقول في صفحه جديده وباب المنتخب مفتوح للجميع. هل هيقدر يغير من الاداء في يوم وليله ويرجع تاني منتخب تونس يفوز ويقدم كوره جيده خلال اقل من اسبوعين؟ بص، فكرة تغيير المدرب في نص التصفيات أو في مرحلة مش هي مرحلة توقف وفي فترة تلاحم مباريات، هي فكرة صعبة على أي فريق أو على أي منتخب. لكن قيس اليعقوبي قدامه تحدي، والتحدي ده إن هو يظهر بأداء جيد مع منتخب تونس في مرحلة التصفيات. وكمان كل مدرب بيكون له فكر، وكل مدرب بيحب يعني يضع بصمته. خليني اقول لك ان اكيد قيس يعني العقوبي هيكون عنده اختيارات تانية غير اختيارات فوزي البنزرتي، او هيعتمد على 70% من القوام الاساسي. هو هيكون اقل حاجه في 60% ثابتين بالظبط، يعني هيعتمد على مجموعه كبيره من القوام الاساسي. وبدانا نسمع ان مجموعه من اللعيبه اللي بتلعب في اوروبا ما كانوش بينضموا مع فوزي البنزرتي، هيكونوا متواجدين مع منتخب تونس في التجمع القادم. طب لو روحنا منتخب تونس كده سريعا، طبعا منتخب تونس عنده لقاءين، 4 نوفمبر مدغشقر، و18 برضه من نفس الشهر هيكون مع منتخب جامبيا. نتمنى لمنتخب تونس كل التوفيق. لو رحنا